السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض على عباده حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان الإسلام، ورتب عليه الأجور العظام. أشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وحج وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة حجاج بيت الله الحرام، أيها الإخوة قاصد الحرمين الشريفين، أيها الإخوة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسرني ويبهجني ويسعدني أن ألتقي بكم في درس من دروس الحرمين في تفسير آيات الحج من تفسير ابن سعدي وشرح حديث جابر رضي الله عنه من كتاب عمدة الأحكام وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما أورده الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، لحجاج بيته القبول والإعانة والتوفيق والحفظ والصيانة والسلامة، إنه جواد كريم. في آيات الحج أيها الإخوة الكرام، جاءت آيات متعددة في كتاب الله عز وجل، من أهمها الآية 97 من سورة آل عمران التي فيها يقول المولى عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآيات فيها امتنان من الله جل وعلا على الناس، إن أول بيت وضع للناس، وهذه لفتة إلى أن الإنسانية والخطاب الإنساني والتكليف للعالمين وللناس أجمعين جاء في حكمة وضع البيت، ولله على الناس إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، أي هو هذا البيت المسجد الحرام الكعبة المشرفة، مباركا وهدى للعالمين. هذه أوصاف البركات التي تنال من يتوجه إليه ومن يزوره ومن يصلي إليه ومن يحجه ويعتمره، بركات الدين والدنيا والآخرة. مباركا وهدى للعالمين، الهداية من الضلال، من الشرك، من البدع، من المعاصي، بل سلوك الطريق المستقيم، وليس للمسلمين خاصة وإنما للعالمين أجمعين. وهذا يؤكد
عالمية الرسالة وعالمية التكاليف وعالمية مكانة الحرمين ورسالتهما العالمية. وفيه ينبغي أن ينبثق من هذا المكان المبارك إعلان التوحيد وجمع كلمة المسلمين ومراعاة حقوق الإنسان والحرص على الهداية للعالمين وكذا الوفادة والرفادة لكل من قصد الحرمين الشريفين. فيه آيات بينات، آيات علامات واضحات مقام إبراهيم خصوصا بعد عموم. من أهم الآيات البينات الظاهرات مقام إبراهيم، وهذه آية عظيمة شرع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن الكريم قبل ذلك. الصلاة، اتخاذ الصلاة، اتخاذ مقام إبراهيم مكانا للصلاة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أدى الطواف قصد المقام فصلى خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد ومن دخله كان آمنا. تقرير قضية الأمن في الحرمين الشريفين، وهذا خبر بمعنى الأمر، ومن دخله كان آمنا يعني من دخل فأمنوه، يجب مراعاة أمنه وسلامته، وتلك مسؤولية على المسلمين جميعا. ومن فضل الله عز وجل على هذه البلاد المباركة أنها معنية بأمن الحرمين الشريفين ووضعت كل اهتمامها وعنايتها ورعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما، وكذلك أمن الحرمين الشريفين جندت رجال الأمن الموفقين المباركين الذين يحرصون على إشاعة الأمن في الحرمين الشريفين، وأيضا مجافاة كل ما يحول الحرمين الشريفين ويخل بأمنهما. فواجب الجميع أن يتعاون معهم في تحقيق رسالة الأمن في الحرمين الشريفين. ثم قال سبحانه ولله على الناس، ولله أي واجب، هذه صيغة من صيغ الوجوب، تقديم العامل ولله يعني واجب من الله على الناس، كذلك تقديم حرف الجر يدل على التأكيد، حج البيت، الحج هو القصد، قصد البيت، والمراد به في الشرع قصد البيت الحرام لعبادة مخصوصة في زمن مخصوص. ثم بين شيئا من شروط الحج وهو الاستطاعة، وفي هذا تأكيد على أهمية الاستطاعة في الحج، أي على من أطاق، استطاع أطاق، وقدر إلى حج البيت سبيلا أي طريقا وبلغا إليه بوجود الراحلة والزاد والنفقة، لأنه صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة كما أخرجه الإمام الحاكم وغيره، وكذا أمن الطريق، وكذا الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية والاستطاعة الصحية. والحج أحد أركان الإسلام،
أحد أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. اتفقون عليه؟ فعد النبي صلى الله عليه وسلم الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد أجمع المسلمون على ذلك كما حكاه ابن المنذر وغيره. ومعنى هذه الآية أنه يجب الحج على المستطيع من هذه الأمة، أما من لم يستطع، هذا بالمفهوم منطوقه وجوب الاستطاعة، وأن الحج على المستطيع، لكن من لم يستطع فمفهومه أنه لا حج عليه، وهو معذور عن أداء الحج. ولهذا ينبغي على المسلم والمسلمة أن يتقي الله ما استطاع، ولا يشق على نفسه إن كان لا يستطيع في بدنه أو ماله أو صحته، أو المرأة لا تجد لها محرما، فقد عذرها الشارع ولله الحمد والمنة. وفي هذا تعظيم لهذا البيت، وتعظيم لهذه الأمة، وتشريف لها أيما تعظيم. ولم يزل الناس من عهد إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يحجون عملا بهذه السنة العظيمة والفريضة الكريمة. استمروا على ذلك مع استمرار الأجيال، فهي آية متواترة على نسبة هذا البيت لإبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. واستطاعة السبيل إلى الشيء إمكان الوصول إليه، قال الله عز وجل: فهل إلى خروج من سبيل. وتستطيع بمعنى من خروج من سبيل، يعني طريق نصل من خلاله إلى الخروج. وتختلف الاستطاعة باختلاف الأشخاص واختلاف البعد عن البيت والقرب منه، وكل مكلف أدرى بنفسه في ذلك. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الاستطاعة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة مع أمن الطريق، ثلاثة أمور: زاد وراحلة وأمن الطريق. ومنهم من قال إنها الصحة في البدن والقدرة على المشي، فمثلاً اللي عنده إصابة بكورونا هذه الجائحة فإنه معذور عن الوصول والمجيء إلى الحج. صحة البدن والقدرة على المشي، يكون نشط صحته وقوته، لأن الحج فيه أعمال بدنية وقد تشق على كبار السن، طواف والسعي وكذلك الذهاب إلى عرفة والوقوف بها ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ثم المجيء إلى البيت. فلهذا وضع بعض أهل العلم القدرة على المشي وصحة البدن شرطا من شروط الحج ومعنى للاستطاعة. ومنهم من ذهب، وهذا القول الثالث، إلى أنها صحة البدن وزوال الخوف من عدو أو سبع، يعني تحقيق الأمن، أمن البيت مع القدرة على المال الذي يشتري منه الزاد والراحلة وقضاء الديون والودائع ودفع النفقات التي تكفيه. والخلاصة أن هذه أقوال أهل العلم، وهذا الإجاب مشروط بالاستطاعة، وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمة.
ثم بين الله العقوبة أن من لم يحج فقد كفر، ومن كفر يعني من جحد وأنكر كون هذا البيت أول بيت وضع للعبادة، وأنكر ما فرضه الله من فريضة الحج والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء الحج، من كفر فإن الله سبحانه وتعالى غني مستغن عن إيمانه وعن جميع العالمين والخلق وعن حجهم وعبادته. وفسر بعضهم الكفر هنا بأنه ترك الحج، ترك الحج وجحده مع قدرته على الحج والاستطاعة. فمن لم يحج مع قدرته فإن الله غني عن حجه وحج العالمين كلهم. ولهذا ذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأديان الستة، المسلمين والنصارى واليهود والصابئين والمجوس والمشركين، وقد ورد ذكرهم في سورة الحج، فخاطبهم وخطبهم وقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا، فآمن به المسلمون وكفرت به الملل الخمس وقالوا لا نحجه، فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا جاء في الحديث من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هداية هذه الآية منها وجوب الحج على الفور، ولله على الناس حج البيت، يعني فريضة الحج واجبة، والحج على الفور يعني فور ما تستجمع في المكلف الشروط فإنه يجب عليه على الفور. يعني من كان مسلما 5 شروط: السلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة، وتزيد المرأة شرطا سادسا هو وجود محرمها. من أمكنه استجماع هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور. مثلا إنسان بلغ مسلم بلغ عمره 15 سنة وهو مستطيع وبالغ وعاقل الحمد لله، وكذلك أمن الطريق، والمرأة إذا بلغت فإنها تبادر إلى الحج، ولا ينبغي ترك الحج أو التساهل فيه، لأن من هدايات هذه الآيات أن من كفر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني من جحد الحج وهو قادر عليه ولا مانع يمنعه منه فإنه والعياذ بالله قد حصل ووقع منه أمر خطير، الله غني عنه وعن العالمين أجمعين. وفي هذا نذار وتهديد ووعيد لكل من لم يقم بالحج مع استجماعه للشروط. هذه آية من آيات الحج، أو آيتان في سورة آل عمران، وفيه الآيات من سورة البقرة 696 إلى 203 من سورة البقرة، التي تبدأ بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. كذلك هذه حفظكم الله ورعاكم من أشهر وأهم آيات الأحكام المشتملة على الأحكام، وأتم الحج والعمرة لله. يلاحظ هنا الأمر بالإتمام، والإتمام قدر زائد على المجيء والأداء، بل لا بد أن تؤدى على شكل تام، وهو الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
الحج التام المستجمع للشروط والأركان والواجبات وفعل أيضا المستحبات وترك المحظورات، هذا إتمام الحج. وكذلك العمرة، أي أدوهما تامتين كاملتين بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وأدائهما خالصتين لوجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة، وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم وأتموا الحج والعمرة لله. قد أخذ من هذا أهل العلم أن من بدأ بالنسك وجب عليه إتمامه، لا يجوز له أن يتركه أو يبطله أو يقطعه إلا لعذر أو اشتراط، كما سيأتي في بقية الآيات، وهو موضوع الإحصار. قوله لله يعني خالصة لوجه الله، ليس فيها دنيا ولا أغراض دنيوية، وإن كان يباح للإنسان أنه يتزوج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن تقصد أنها لله ليست رياء ولا سمعة، وتخرج مريدا الحج لا مريدا كسبا ماديا فقط والشهرة، أو أن يقال حاج أو يا حاجة أو نحو ذلك مما يتمسك به بعض الناس. ثم جاءت آية الإحصار: فإن أحصرتم، والإحصار هو المنع، المنع من وصول البيت، المنع من الوصول إلى البيت، يعني أو إتمام الحج والعمرة، سواء بعدو أو مرض أو نحو ذلك، وأردتم التحلل من الإحرام فما استيسر من الحج، يعني يجب عليكم الهدي، ذبح ما تيسر من الهدي. والهدي ثلاثة أنواع: إما بدنة أو بقرة أو شاة، واذبحوها فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي في محل الإحصار، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عام الحديبية، والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام، أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة، من هذه الأمور الثلاثة. وتكون شروط الهدي هي شروط الأضحية المعروفة بلا عيوب. نعم. فإن لم يجد هدي الإحصار فإنه يعدل إلى الإطعام ويتصدق على ما تيسر من المساكين، فإن لم يقدر صام عن ذلك كذلك عن كل مد يوما، ويتحلل تحللا تاما من الإحصار، إلا إذا اشترط كما في حديث ضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا الإنسان عند الإحرام اشترط، وهل الاشتراط سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة؟ الواقع أنه سنة عند الحاجة، وإن يعني أخذه بإطلاقه فله وجه، لكن المريض ولا اللي يعني يخشى من أي شيء أو في حالة عدم الأمل، وليس لله الحمد لله في مثل هذه الأيام، فلو أن يشترط. ولهذا ضباعة قالت: إني أجدني وجعة، يعني مريضة، فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها للاشتراط لعذرها عند الحاجة وهو المرض. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طبعا هنا واضح أن الهدي يكون إما أن يصل البيت أو يصل إلى مكان الإحصار،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بالحديبية وهي من الحل، فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على المساكين ويحلق ويقصر ويخرج من النسك إذا كان محصرا. نعم، هذا شيء من ما يتعلق بالإحصار. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا تجي الفدية، أحكام الفدية. فمن كان منكم أيها الحجاج أيها المحرمون مريضا في بدنه محتاجا إلى المداواة، مثلا استعمال الطيب أو اللباس، أو فيه أذى من رأسه كما في حديث كعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاتا، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. وهذا من يسر الشريعة ولله الحمد والمنة. ففدية من صيام 3 أيام أو صدقة بثلاثة آصع، صواع يعني، مد من البر أو نصف صاع من غيره. وإذا كانوا صدقة يعني حق 6 مساكين 3 أصواع لكل مسكين نصف صاع، أو نسك ذبح شاه مجزي. وهذه الفدية على التخيير، ولهذا يخطئ بعض من يفتي حينما يفتي بأن عليك دم وهو مرتكب محظورا، فإنه لا يفتى بخيار واحد، وإنما يخير بين 3 أمور التي هي الإطعام والصيام والنسك. وهذا هو نص القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإذا أمنتم، يعني ذهب الإحصار وجاءت الصحة والمرض وعدم المرض، يأخذ الآن يبين المناسك. فمن تمتع بالعمرة وأنساك الحج 3: التمتع والقران والإفراد. أيها أفضل؟ اختلف أهل العلم، والذي يظهر أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على القران لكنه لزمه أنه ساق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. حتى الصحابة عليه، وفيه نسكان: نسك الحج والعمرة. وأفضل الأنساك فالتمتع، ثم قران فإفراد فاسمعوا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني أن على المتمتع هديا، عليه هدي يذبحه يوم العيد أو أيام التشريق، وكذا القارن. أما المفرد وهو الذي نوى الحج فقط فلا هدي عليه. طيب، من لم يجد الهدي؟ قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. صيام 3 أيام هذه إما أن تكون قبل الوقوف بعرفة يوم 5 و6 و7 مثلا، أو تكون في أيام التشريق، لأنه لم يرخص في صيام التشريق إلا لمن لم يجد الحج. صوم 11 و12 و13 و7 إذا رجع إلى أهله أو انتهى الحج يعني، ولو لم يرجع لا بأس. تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني من كان أهله حاضر المسجد الحرام دون مسافة قصر، والأهل هنا الزوجة والأولاد الذين تحت حجره من الآباء والإخوة. مفهوم الآية أن من كان مع من حاضر المسجد الحرام فلا هدي ولا صيام عليه،
وإن تمتع وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وألحق بالتمتع في وجوب الدم أو بدنه القارن، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الهدي. ثم قال: واتقوا الله، أي خافوا الله بامتثال أوامره، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وتهاون بحدوده وارتكب مناهيه. ثم ذكر الآية العظيمة: الحج أشهر معلومات. ذكر هنا الأوقات المواقيت، وهي نوعان: زمانية ومكانية. وهنا الأوقات الزمانية، الحج أي زمن الحج، ووقت الحج أشهر معلومات أي معروفات بين الناس، وهي 3 أشهر عند جمهور أهل العلم: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بل عند العلماء جميعا لكن المالكية رحمهم الله خالف الجمهور، لأن الجمهور يرون أن 10 ذي الحجة، والمالكية يرون أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. نعم. فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب الحج على نفسه بالإحرام في هذه الأشهر 3، فماذا يجب عليه؟ فلا رفث، لا جماع ولا وطئ ولا مقدمات ذلك من المباشرة التقبيل والضم بعد نية الإحرام، ولا فسوق، بمعنى الفسق هو الخروج عن الطاعة، لا خروج عن حدود الشرع بالسباب وارتكاب المحظورات والمعاصي. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولا جدال في الحج، يعني لا مراء لا خصام مع الرفقة ولا الخدم ولا الحجاج في الحرم ولا في المشاعر، ويستثنى من هذا الجدال إذا كان مناظرة في علم للوصول إلى الحق بأدب الجدال دون خصومة ولا منازعة، بمراعاة الأدب في الجدل بين العلماء أو بين المسلمين. فلعل الأمر في هذا إن شاء الله لا حرج فيه. ولا جدال في الحج. ثم قال: وما تفعلوا من خير، يعني أي خير، البر، صدقة، الذكر، ترك المنهيات، قراءة القرآن مثلا، يعلمه الله، يعني ترى الله رقيب عليكم ومطلع على أعمالكم، فما أحرى ذلك أن يدعوكم إلى الإخلاص والتزود والإكثار من الخير والبر والطاعة. ثم أمر بالتزود: وتزودوا، أي خذوا من الزاد ما يكفيكم لسفركم. واتقوا التسود أو استطعام الناس والتحايل عليهم بحجة الحاجة، فلا ينبغي، لازم إنسان أنه يتزود. ولهذا سبب نزول هذه الآية أن الكفار قبل، أو أن أناسا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله وتزودوا، يعني خذوا من الزاد. ولهذا كان الزاد، وجود الزاد شرطا، وهو الاستطاعة. كانت في البخاري عن ابن عباس: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام كأنهم تأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم، عد بدأ الآن بالمشاعر والمناسك، وقوف بعرفة، ثم رجعتم من عرفات، ذكر الله عند المشعر الحرام، وهو
المبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام، كما بيجينا في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم وقف يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا عند المشعر الحرام. واذكروه للتوحيد والتعظيم والتهليل كما هداكم، كما كان سببا في هدايتكم ووصولكم إلى هذه المشاعر المقدسة، وإن كنتم من قبله لمن الضالين عن طريق الحق، الجاهلين بالإيمان والطاعة، لا تعرفون عبادة ولا ذكرا. ثم بعد الوقوف بعرفة وذكر الله عند المشاعر أفيضوا من حيث أفاض الناس إلى منى، أي يرجعوا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمار، وهو أيضا أمر بطواف الإفاضة كما سيتبين إن شاء الله. ولما كان ذلك محل تقصير ندبهم إلى الذكر والاستغفار، واستغفروا الله، أي اطلبوا منه أن يغفر ذنوبكم باللسان والتوبة بالقلب، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، يعني أعمال حجكم، وفرغتم من الرمي، فاذكروا الله بالتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما كان أهل الجاهلية يتفاخرون بذكر آبائهم، أمرهم الله عز وجل بذكره سبحانه. ثم بيّن أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا والعياذ بالله وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا ينبغي أن يحرص الحاج على هذا الدعاء. ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام التشريق، أيام التشريق 11 و12 و13. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني اليوم 11 و12، واللي تأخر إلى اليوم 13. من تعجل يكفي الرمي يوم 10 و11 و12، ومن تأخر يزيد الرمي يوم 13، وهو أفضل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فذكر الحشر هنا يبين لنا أيضا أن الحج يذكرنا بالحشر، وهذا الاجتماع العظيم في هذه العرصات يذكرنا بالحشر لله عز وجل. من هداية الآيات آيات البقرة وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، بيان حكم الإحصار وكيف يتحلل من الإحصار بذبح الشاة ثم يحلق أو يقصر، بيان الفدية وأحكامها، الصيام، الإطعام، النسك، بيان حكم المتمتع، الأمر بالتقوى، بيان أشهر الحج، حرمة الرفث والفسوق والجدال، حال الإحرام وحال الحج، استحباب فعل الخيرات، إباحة الاتجار والعمل للحجاج طلبا للرزق، وجوب المبيت بمزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وجوب شكر الله عز وجل واذكروه كما هداكم، سؤال الله الخيرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وترك سؤال خير الدنيا فقط، وجوب المبيت ثلاثة ليال بمنى، واذكروا الله في أيام معدودات، وجوب رمي الجمار، الرخصة
في التعجل لمن رمى اليوم الثاني، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه رعاكم الله إلماحا عن آية الحج، بل سورة الحج كامل كلها في أحكام الحج، 16 آية يمكن. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين القائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المعلومات هنا أيام عشر ذي الحجة، وهي في قوله تعالى وليال عشر ونحن قادمون عليها، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم كذا، وإلى آخر الآيات. ولكل أمة جعلنا منسكا والبدن جعلناها لكم في أحكام الهدي، إلى قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه آيات الحج. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على اصطحاب أحد كتب التفسير، ومنها تفسير ابن سعدي مثلا لمعنى اليوم، ويقرأ فيه لأن فيه فائدة وخيرا كبيرا. الحديث، حديث جابر رضي الله عنه. طبعا نحن حديث جابر طويل لا نستطيع أن نقف عنده طويلا، لكننا سنذكر أهم مسائله. ذكره الحافظ المقدسي في عمدة الأحكام رحمه الله، وذكره مسلم في صحيحه، وشرحه النووي في شرحه على مسلم، وكذا صاحب المعلم والمفهم. حديث جابر رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. هنا طبعا الحديث في الصحيحين وفي السنن، وإن كان يختلف أحيانا، مرة في كتاب الحج مرة في كتاب المناسك. بيّن حديث جابر رضي الله عنه وجوب الحج كما سبق أن بيناه في شرح الآيات، كما بيّن أيضا حديث جابر أهمية الإهلال في الحج، وهو الإحرام والتلبية، وقد مرينا على المواقيت الزمانية. فما المواقيت المكانية؟ المواقيت المكانية رعاكم الله خمسة: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والجحفة وهو ميقات أهل الشام، وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، ويسمى ميقات يعني وادي محرم، ويسمى قرن الثعالب، والرابع يلملم، والخامس ذات عرق، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد، ولأهل اليمن إلى آخر الحديث. وهل المواقيت كلها منصوصة أو اجتهادية؟ اختلف أهل العلم. أما الأربعة الأولى فإنها متفق عليه، نص عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهم. وأما ذات عرق فإنها اختلف أهل العلم فيها، والذي يظهر أيضا النص عليها، وإن كان حديث عمر وهو فعل الصحابة وفعل الخلفاء الراشدين وفعلهم حجة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقد جمع الناظم بقوله عرق العراقي يلملم اليمني ومن ذي الحليفة يحرم المدني،
والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبيني. نعم. فرق العراق يلملم اليمني ومن ذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبيني، على قراءة المنظومات وهي ماتعة. نعم. وقد مر بنا أنواع المناسك، تمتع القران والإفراد. التمتع يأتي بالعمرة والحج، والقران ينويهما بإحرام واحد، والإفراد يهل بالحج فقط. أي الأنساك أفضل؟ قلنا التمتع، وهو اختيار أكثر الصحابة رضي الله عنهم، والمشهور من مذهب أحمد واحد قولي الشافعي رحمهم الله. والقول الثاني أن القران أفضل، وهو قول الحنفية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه نسكين في نية واحدة. القول الثالث الإفراد أفضل، وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي. وبعض أهل العلم كالمحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يرى التفصيل، فإن كان المحرم ساق الهدي فالقران في حقه أفضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسوق الهدي فالتمتع أفضل، ولعل هذا هو الراجح والعلم عند الله تعالى. من الفوائد مشروعية الأنساك أيضا الإهلال، والإهلال بالتوحيد. قال جابر رضي الله عنه: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وهي التلبية، وهذا دليل الإخلاص، وأنه لا يرفع شعار غير شعار التوحيد. وفي حديث جابر أن النبي حج قارنا وساق الهدي، وفيه أنه أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة لأنه الأفضل. وفي حديث جابر من الفوائد جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، لأن علي رضي الله عنه لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان في اليمن قال: إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواز فعل المناسك للحائض، لأن الصحابية الجليلة لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. جواز الإتيان بالعمرة بعد الحج لفعل عائشة رضي الله عنها أن الإحرام بالعمرة لمن كان بالحرم يكون من أدنى الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من عرفة. هذه بعض أحكام حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يقرأ فيه. ثم نأتي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب زاد المعاد، وهذا هو درس الإخوة في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدد حج النبي وعدد عمره، فالحجة واحدة هي حجة الوداع السنة العاشرة، ونزل قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وقد تأخر فرض الحج إلى سنة 29 من الهجرة، وإن كانت آية الإتمام نزلت في السنة السادسة، ثم بعد ذلك جاء الفرض لها أو بها. أما العمر فهي أربع، وكلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية سنة 6 حين صده النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة والثانية عمرة القضاء سنة 7 عمرة القضاء أو القضية، والثالثة عمرته مع حجه عليه الصلاة والسلام، والرابعة عمرته من الجعرانة قفلته ورجوعه من الطائف وحنين.
قال ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة نهارا لست بقين من ذي القعدة، وأهل بالحج والعمرة في مصلاه بذي الحليفة بعد لبس الإزار والردة، وقلد قبل الإحرام هديه وأشعرها في جانبها الأيمن، ثم لبى ورفع صوته بالتلبية حتى سمعها الصحابة رضي الله عنه. فلما وصل البيت طاف، دخل المسجد وعمد إلى البيت وطاف به، فهو طواف القدوم، ورمل في طوافه الثلاثة الأشواط واضطبع. إذن الرمل في الثلاثة الأولى والاضطباع في الطواف كله، طواف القدوم. وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجن وقبل المحجن، يعني اللي ما عندها ما يستطيع يعني يقبل أو يستلم يشير، فإن لم يستطع يعني الاستلام ومعه شيء كعصا ونحوه فإنه يستلم بها ويقبل هذا الذي استلم به الحجر، فإن لم يكفي الإشارة، وهو الذي ينبغي ولا يعني يزاحم الناس. فلما فرغ من طواف جاء إلى المقام وصلى خلفه ركعتين، ثم ذهب إلى الصفا والمروة سبعة أشواط، طوافه ذهابه سعية مرة، ورجوعه من الصفا إلى المروة سعية، من المروة إلى الصفا سعية أخرى، حتى يتم سبع مرات. ثم بقي في الأبطح حتى جاء يوم التروية وتوجه إلى منى يوم الثامن. فلما وصل منى نزل وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، وبات بها عليه الصلاة والسلام. ثم جاء يوم عرفة، وهذا اليوم العظيم، وخطب خطبته العظيمة ووقف بعرفة إلى غروب الشمس، ودعا وصلى بعد خطبته صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. فلما فرغ من الصلاة جاء إلى الموقف، يعني عند الجبل، يسمى اليوم جبل الرحمة، عند الصخرات، وهذا لا يشرع، لكن له لو تيسر له لا بأس، لكن كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، ويستقبل القبلة ويدعو، يجتهد بالدعاء والابتهال إلى غروب الشمس وتحقق غروبها، ولا يضيع هذا الوقت عليه. ويؤسفنا أن بعض الحجاج يضيع بعض الوقت في عرفة أو في غيرها في الحرم بالتصوير، ولا بالمشاهدة، مشاهدة مثلا شبكات المعلومات ولا مواقع التواصل. لاحقين يا مسلم، ادعو، استغل وقتك بهذه الأيام العظيم. فلما وصل إلى مزدلفة وصلها في الليل، صلى بسكينة، توضأ وصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال، ثم نام عليه الصلاة والسلام. فلما طلع الفجر صلى الفجر في أول الوقت، لأنه نام ليلة مزدلفة، لأنه رأى يوم العيد شغل كثير، طواف وحلق وتقصير أو تقصير وهدي ونحو ذلك من أعمال يوم النحر، فيستريح الحاج ويقضي وقته بالنوم وذكر الله عز وجل، ويصلي الفجر ويذكر الله عند المشعر الحرام، وهي مزدلفة، تسمى مزدلفة وتسمى جمعا وتسمى المشعر الحرام. ثم جاء يوم العيد، فذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه،
ثم انصرف إلى المنحر ونحر بيده الشريفة 63 بدنة، وأمر عليا أن ينحر ما بقي، فلما أكمل النحر حلق رأسه ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ثم أفاض إلى مكة وطاف للإفاضة. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأعمال يوم التشريق إنه يرجع إلى منى بعد ما يطوف للإفاضة ويبيت فيها ليالي أيام التشريق، كما ذكرنا يومين لمن تعجل وثلاثة أيام لمن تأخر، ويرمي الجمرات الثلاث، ثم يفيض إلى مكة ويطوف للوداع، ثم يرتحل راجعا إلى بلده. وقفات النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج ذكرها ابن القيم رحمه الله، وأن له 6 وقفات في الدعاء. قال: وقف على الصفا، 2 على المروة، 3 بعرفة، 4 بمزدلفة، 5 عند الجمرة الأولى، 6 عند الجمرة الثانية، ولم يقف غيرها. بقي أن نعرف الأركان في الحج. هذا ملخص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. أركان الحج 4، وهي التي لا بد أن يعملها الحاج، ما يمكن أن يكون حج إلا بها: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف اللي هو طواف الإفاضة، السعي. اللي ما فعل واحد من هذه الأربعة ما كأنه لم يحج. أما واجباته ف7: الإحرام من الميقات المعتبر له، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بمينة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمرات الثلاث، الحلقة والتقصير، طواف الوداع. 7. مش الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا يتم الحج إلا اللي ما وقف بعرفة ما تم حجه، أما الواجب يجبره بدم، كما هو في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الباقي مستحبات وسنن. بقي أن يعلم الإنسان الحاج محظورات الإحرام حتى لا يقع فيها، وهي 9 هاكها: أولاً لبس المخيط للذكر. الرجل لا يلبس مخيط فصل على أنه مخيط ثوب، فنيلة، سروال. أما مجرد وجود الخيط فالإحرام في الخيط، ولهذا لا بأس بالكمر ولا بأس بالحزام ونحو ذلك. المنهي عنه المخيط اللي على هيئة جزء من البدن. 2 حفظكم الله: تغطية الرأس، لا يلبس طاقية ولا شماغ. 3 أما إن غطى رأسه بالمظلة فلا بأس إن شاء الله. 3 حفظكم الله: الطيب، لا يتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبل إحرامه، أو عند إحرامه قبل أن يحرم، وعند حله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن ينوي يطيب بدنه. كذلك حفظكم الله من المحظورات الجماع ومقدماته، ومنها 5 المباشرة ونحوها مما يهيج على الوطأ أو الجماع أو إتيان الأهل. 6 حفظكم الله: قتل الصيد. 7 أكل الصيد الذي صيد من أجله: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. كذلك من محظورات الإحرام رعاكم الله قص الأظافر أو تقليم الأظافر أو الأخذ من الشعر حال الإحرام. هذه 9 هي حفظكم الله محظورات الإحرام. من فعل شيئا منها فإنه مخير بين 3 أمور: إما أن يذبح ذبيحة، أو يطعم 6 مساكين،
أو يصوم 3 أيام. في مسائل ونوازل اليوم، منها حكم الأزارير، المخيط الذي الإزار اللي فيه مخيط لا بأس فيه إن شاء الله، وإن كان الأولى تركه. نعم، لبس الكمامات لا بأس، بل في الحرم أحيانا ينبغي، لأنه من الأمور المهمة المحافظة على الصحة. المنظفات المعطرة عند الحاجة إليها، الصابون، الشامبو، إن شاء الله عند الحاجة لا حرج، لأنه ما ينوي التطيب. استظلال بالشمسية، العجز عن المبيت بمنى أو مزدلفة، فإنه يعوضه بدم. الليالي أيام التشريق، الرمي قبل الزوال، وهي محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على عدم جوازه، وذهب بعضهم إلى جوازه ومنهم الحنفية. حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بالقيمة، أيضا اختلف أهل العلم، لكن النص على الهدي، وهو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء حفظهم الله تعالى. كذلك النوازل اللي في الجائحة، جائحة كورونا، وينبغي للمسلم أن يحرص على الاحتياط لصحته محافظة على مقاصد الشريعة، حفظ الدين والنفس والعقل، ومن حفظ النفس حفظ الصحة والسلامة والعقل والمال والعرض. من أهم ما نوصي به حجاج بيت الله الحرام تقوى الله عز وجل، والتوحيد، والسنة، والإخلاص لله، والحرص على الاجتماع والمتابعة، وعدم البدع والمعاصي، والحرص على التقوى، واستشعار عظمة هذه الفريضة، والعناية بآداب الحرم، وحرمة المسلمين، وحرمة وأمن البقاع المقدسة، وسلامة قاطنيها، وجوب تعظيم البيت الحرام. إذا كان الطير والحيوان لا يجوز الاعتداء عليه، فكيف يروع الآمنون أو يعكر صفو الخاشعين؟ الاستعداد بالعلم النافع والفقه في الأحكام، ويصطحب كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله الإيضاح والتحقيق، أو كتاب الشيخ ابن حميد، أو كتاب ابن عثيمين، أو غيرها من المناسك، فإنها مفيدة ومهمة. الاستقامة، ماذا بعد الحج؟ الاكثار من الاستغفار، البعد عن الرفث والفسوق والجدال، الحرص على العمل الصالح، التحلي بالآداب الشرعية، أن يكون أحسن حالا من حاله قبل أن يأتي، ويكثر من الاستغفار ويستقيم على الطاعة. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يوفق حجاج بيته الحرام لأداء مناسكهم وحجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، وتقديم كافة منظومة الخدمات المميزة في الحرمين الشريفين، والحرص على أمن الحجيج، فجزاهم الله خيرا. وما علينا إلا أن نتفرغ للعبادة، ونجتهد في أداء النسك، والبيئة الروحانية الإيمانية الصافية السليمة الصحية الآمنة بكل الوجوه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأبشروا بالخير بعودتكم من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.